اهلا بيكم مره تانية وستات ما عرفوش يكذبوا. ترندات الموضه واحدث صيحات اللبس ما بتكونش في اهتمامات الستات بس، لا كمان الرجاله ليها اذواق وترندات بتختلف من وقت للتاني. عشان كده النهارده قررنا اننا نتكلم عن احدث صيحات موضه ملابس الرجاله، التصميمات نفسها واشهر الوان الموضه الرجالي، حكايات مع ملابس مشاهير الفن واللي لفتت الانتباه وحازت على اعجاب الملايين. النهارده هينورنا في البرنامج احمد حمدي، واحد من اشهر مصممي ازياء ملابس الرجاله في مصر، مش بس في مصر كمان في الوطن العربي، والمعروف بتصميماته المميزه والمختلفه وفيها جراءه لفت انتباه نجوم كتير ومشاهير الفن، وبقينا نشوفها في كل المناسبات الهامه. اهلا بيك منورنا. اهلا بيك. ستات ما يعرفوش يكذبوا. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا احمد. واحمد طبعا مشهور على السوشيال ميديا، بيلبس مشاهير نجومنا في العالم العربي، منورنا. وقول لنا لو حد طبعا بيعمل كده بالك او بيلعب رياضه او كده، بيروح الجيم بس بالكي قوي كده وجسمه ضخم، ينفع يلبس سليم؟ يعني البدله تبقى طبعًا سليم كلها؟ طبعا لازم ينفع عادي جدا، مفيش مشكله ان هو يلبس سليم. بس بترجع برضو على الخامات اللي احنا بنشتغل فيها. تمام. يعني في خامات ممكن عادي مفيش مشكله ان الواحد يلبس فيها سليم، بس يكون فيها زي الليكرا، ما تبقاش ستريتش شويه كده، ستريتش شويه، فتقدر تاخد وتدي معاه. بلس صح. الجسم الشخص اللي هو بيلعب جيم يفضل يروح يعني يتجه لحته التفصيل وليس للبدل الجزع، على حسب مش ريدي تو وير كده زي اللي احنا بالظبط. ريدي تو وير ده مش طبعا مش هيكوب مع جسمه، فيفضل اللي هو نبتدي نخش في منطقه التفصيل بحيث ان البورشنز بتاعته تبقى مظبوطه اكتر في الشكل البدله او شكل اللبس اللي هو بيلبسه. ده لو هو ناوي يكمل في الجيم مش هيريح بعد كده. بالظبط كده.